مساء الخير مشاهدين روتانا خليجية وبرنامجنا سيدتي، تحية مني لكم مميزة جدا في حلقتنا اليوم اللي راح يكون فيها الكثير من المواضيع والفقرات من أبو ظبي والرياض وجدة. في بداية الحلقة أمسي على زميلاتي كلود وعفوا جيهان ورنيم. مساء الخير يا جيهان. مساء أمس خلود وخلود فتعود خلود شاشة روتانا خليجي. إيه صح، ما يعني ما ألومك، صار لي 9 أيام غايبة عن الشاشة. على العموم جمعة مباركة ليكي هدى، وجمعة مباركة لكل مشاهدينا الذين انضموا إلينا إلى روتانا خليجية لمتابعتنا في حلقة جديدة من سيدتي. اليوم من جدة في فقرتنا الأولى سنناقش ظاهرة الشخير التي تنغص على الكثير في أوقات راحتهم، وسنناقش أيضا آخر التقنيات المستجدة في هذا المجال للقضاء على هذه الظاهرة أو الحد منها. في الفقرة الثانية سنسلط الضوء على فعاليات مهرجان جدة التاريخية والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط. قبل تفاصيل أنتقل إلى الرياض وأمسي على زميلة العزيزة رنيم القبج. مساء الخير رنيم. شكرا لك يا جيهان، ومساء الخير ليكي والمشاهدين الكرام كل متابعي سيدتي في كل مكان. اليوم من الرياض متكلم أو بيكون ضيوفنا أول فرقة جاز سعودية، التفاصيل مشاهدينا خلال الحلقة. لكن الآن نرجع إلى أبو ظبي، نمسي على هدى والجميع في الخير ونبدأ معهم فقرات سيدتي لليوم. مساء الخير يا هدى. مساء شاء الله بالخير والسرور يا رنيم، وأكيد نحن ننطر فقراتك أنت وجيهان. لكن أحب أذكر مشاهدينا قبل ما نبدأ حلقتنا أنه يقدرون يشوفون حلقات البرنامج اللي ما شافوها من خلال زيارة صفحة البرنامج على اليوتيوب اللي تشوفون الحين على الشاشة، ودائما تفاعلوا معنا مشاهدينا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وإنستغرام. والحين جولة سريعة على أهم عناوين حلقتنا لليوم. في سيدتي اليوم، أمير مكة يدشن مرحلة جديدة في مسيرة جدة التاريخية. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات سيدتي على الفيسبوك وتويتر. قسم الموسيقى بجمعية الثقافة والفنون بالرياض يطلق أول فرقة جاز. مجموعة عبيات بتوقيع المصممة الإماراتية مريم المدفعي. 23% من النساء يعاني أزواجهم من شخيرهم أثناء النوم. سوبر مام ونصائح تساعدك للتخلص من السلبية. نبدأ مشاهدينا مع فقرتنا الطبية، حيث ذكرت دراسة حديثة أن المصابين بالشخير عادة ما يهملون الأمر، معتقدين أنه لا يشكل خطورة على حياتهم. وتبين أن الشخير مرتبط بعوامل صحية كثيرة يؤدي إهمالها إلى الإصابة بارتفاع السكري والضغط وأمراض القلب. المزيد من التفاصيل مع زميلتي جيهان في جدة. إليك جيهان. شكرا لك هدى. فعلا جزء كبير من حياتنا نقضيه وإحنا نائمين في هذه الرحلة التي نقضيها يوميا مع النوم، إلا أنه في أوقات هذه الرحلة أو في وقت هذه الراحة تظهر بعض المنغصات عند كثير من الناس يعانون منها، وهي ظاهرة الشخير. ولكن ظهرت الآن تقنيات جديدة تعد بوابة أمل للكثير من الناس الذين يعانون من هذه المشكلة. نتعرف على هذه التقنيات مع ضيفنا وضيفكم اليوم البروفيسور خليل سندي، استشاري الأذن والأنف والحنجرة. أهلا بك. أهلا وسهلا فيك. كل عام وانت بخير، كيف الحال؟ بخير ان شاء الله، الحمد لله بخير. استاذ او دكتور خليل، في الاول خليني اعرف من حضرتكم لماذا نشخر، ايش هي الاسباب اللي تخلينا نشخر؟ معظم اسباب الشخير بالنسبه للناس يكون انسداد في مجرى التنفس العلوي. الاطفال بيكون سببها نتيجه لتضخم في القرن في اللوز او في اللحميات، وهذه عمليه بسيطه جدا نقدر نشخص عن طريق الفحص او عن طريق اشعه، وعلاجها سهل جدا. طب احنا تكلمنا في البدايه دكتور على الدراسه الحديثه والتقنيات الحديثه التي ظهرت الان للحد من هذه الظاهره، لو تحدثنا بالتفاصيل عن هذه التقنيات. حاضر. بالنسبه للكبار في العاده بيكون نتيجه لانسداد مجرى التنفس، ويمكن يكون نتيجه انحراف في الحاجز الانفي او تضخم في القرنيات الانفيه او تهدل في سقف الحلق نتيجه للانسداد المزمن في الانف، او تضخم في اللوزتين او تضخم في ظهر اللسان. وفي الاول كانت التشخيص كان صعب، الآن ممكن نشخص المشكلة عن طريق فحص المريض بطريقة معينة، عمل أشعات معينة، وبالتالي نقدر نحدد
فين المشكلة بنعالجها؟ معظم المشاكل بتكون نتيجة لتضخم في القرنية الأنفية، انحراف في الحجز الأنفي، بتعمل انسداد، فالمريض لما يشفط يقوم يفضل يشفط الهواء كثير، وبيساعد هذا أكثر في عملية إنه هو بيخلي السقف الحلقي يتهدل ويهتز أثناء النوم ويبدأ الشخير. يعني الجديد الآن إنه وسائل الكشف عن الأسباب بالضبط هي اللي صار فيها تحقيق، هذه خلتنا نقدر مش نحدد فين المشكلة. وبعدين بعد كده تطورت العمليات، كنا نسوي عمليات معينة، الآن تغيرت نتيجة العمليات، لأن المريض اللي بيشخر في العادة بيكون حالته صعبة، ضغطه مرتفع، وزنه زايد، صعوبة في التنفس، نسبة الأكسجين عنده تقل، فكان المرضى هذول يحتاجوا أن يخش في العناية مركزة وفحوصات كثيرة بعد أو قبل العملية وبعد العملية. الآن العمليات هذه كلها صارت تتم بطريقة معينة، التقنية بتقل، يعني مثلا مستعمل الراديو فريكونسي اللي هي كي القناة الأنفية بأشعة الراديو فريكونسي، وهذه بتساعد أنه ما تصير انتفاخات في الأنف بعد العملية، فالمريض يتنفس بسرعة. حتى عمليات الأنف كنا الأول بيحطوا حشوات في الأنف، الآن ما بنحط حشوات، فالمريض بيتنفس بعد العملية بسرعة، ما يصير عنده سداد تصير المشكلة. نفس الشيء بالنسبة لللوز، كنا بنشيل اللوز ونشيل سقف الحلق ونسيب المنطقة كلها تتألم، الآن بنسويه بطريقة معينة بحيث أنه يخف الألم ويخف الانتفاخات اللي بتحصل أثناء بعد العملية، وبالتالي المريض ممكن يسوي العملية في يوم واحد، المريض يخرج في نفس اليوم. ما لها أي أعراض جانبية؟ هي الأعراض الوحيدة بس أنها مؤلمة والألم، هذا في نفس ولا بعد العملية؟ لا حسب بعد العملية، أثناء العملية بتم تحت الدعم، لكن بعد العملية مؤلمة، فبنسوي طرق معينة بحيث نخفف الألم على المريض بعملية، إحنا نقفل الجرح بطريقة معينة، بندي مسكنات معينة، وبالتالي المريض بيرتاح والنتائج كلها بتكون ما شاء الله تبارك الله كويس. طب دكتور، هذه العمليات دائما الواحد بيتخوف من انه هو يسويها ويعني يخوض كل هذه المرحلة ومرحلة الألم، ويقول لك بعد كده لازم اسويها مرة ثانية، هل هذا صحيح؟ لا، هو حكاية انه يسويها، في ناس بيسوي العمليات هذه على جزئين وثلاث اجزاء، يعني يسوي الأنف الأول وبعدين يسوي الحلق مرة ثانية. طبعا اول شيء العلم تطور، والمريض ما يبغى يروح كل يوم الثاني في المستشفى، فنحاول نسويها في كلها في جلسة واحدة في يوم واحد، بيرتاح المريض بعد كده. طب تفضلي. لا تفضل. اهم شيء في الموضوع انا قلت انه مضاعفات الشخير الناس كثير بيتهاونوا بيه. الشخير من الناحيه الاجتماعيه طبعا الواحد يشخر في البيت مو كويس، بالنسبه للزوج او الزوجه مثلا بتتزعج وبتنام في غرفه ثانيه، لكن المريض يحس انه تعبان مرهق ينام على نفسه. المشاكل الثانية اللي ما احنا ما بنشوفها احنا، وهي عملية انه بتأثر على القلب، بتأثر على الضغط، بتأثر على التركيز، وفي بعض الأحيان ممكن تؤدي الى حوادث، لأن المريض ممكن ينام هو في السيارة لأنه ما بيرتاح في نومه. ففي مشاكل كثيرة، وهذه بعض الأحيان ممكن تؤدي الى سمح الله الى مضاعفات أسوأ وأسوأ. هل يعني هذا تساهلنا احنا كمجتمع مثلا، خلينا نتكلم عن المجتمع السعودي، تساهلنا لأنه احنا يعني تعودنا على هذا الصوت في بيوتنا، ولا ايش، ولا هي قلة توعية، ولا هي ايش بالضبط؟ هي مشكلتها انه يعني المريض ما يجينا غير لما تكون حالته سيئة جدا، احنا بنحاول الا لما يحس بمرض عضوي او وجع ألم عضوي غير الشخير بالزبط. لكن الشخير ظاهرة تعودنا عليها في هم الناس كل شيء يقول لك انا تعودت عليه، لا انت لازم الانسان ما يشخر. اللي بيشخر معناه في مشكلة. دائما احنا بنتساهل في المشاكل، يعني انا عندي انسداد في انفي وهو صغير، قالوا له عندك انسداد، عمره 20 سنة 22 سنة 23 سنة، قالوا عندك انسداد، لا ما ابغى اسوي، انا ما اشتكي، انا مش عارف ايه. طب وهذه المشكلة حتزيد، حتبدأ تعمل مشاكل مستقبلا على حكاية انسداد الانف والشخير وكتمة الانف والمجنان، يعني ما بتتوقف المشاكل دحين، صح؟ سويها انت بصحتك الان احسن ما انك انت تنتقل الى يصير عندك سكر وضغط ومشاكل، بعدين العملية تصير فيها مضاعفات كثيرة. ففي ناس كثير من بدري نقول لهم سويها عشان لا تحصل فيه مشكله مستقبليه. طب دكتور، احنا سمعنا يعني وشفنا كمان دحين يمكن بتنعرض بعض الصور لحضرتكم في العياده، ان انت بتعتمد في التشخيص على جهاز موجود هو النوع الاول او يعتبر من احدث نوع في الشرق الاوسط، تحدثنا عن هذا الجهاز. هو المشكله في الاجهزه كلها انه الواحد بيحاول انه هو يستفيد بالتقنيه اللي بيفرزها العالم، بحيث ان انا اقدر استفيد منها والمريض يفهم مشكلته. فبنحاول نصور الاشياء ونوري له هي بطريقه معينه، وفي نفس الوقت بنحاول بقدر الامكان انه المريض يفهم مشكلته 100% من حيث التشخيص، من حيث المضاعفات، ومن حيث ايش مستقبلا حيصير. معظم الناس يجي يقول يا دكتور انا قالوا لي حتتعاد العمليه. قلت له ما حتتعاد. انا يقول له ترجع مره ثانيه للحميه. صح، هذه كلنا يعني يعني في بعض الاحيان في غلط على الدكاتره اللي ما بيفهم مريضه مشكلته. واحد واثنين سوء الفهم بين الناس. الناس بينقول يقول لك انا يعني مثلا مثال بسيط لحميه، يقول لك انا عندي، يقول الحميه ترجع. طب في ثلاثه لحميات في الانف، اي واحده انت تتكلم عليها كمريض؟ صح، هذا السؤال اللي اقصد عليه، انه المريض لازم هي واجب الطبيب انه يفهم مريضه
ايش مشكلته بالضبط، يوري له هي بالصور، يوري له هي بقدامه، حتى انه المريض يفهم مشكلته وما يصير في نوع من اللغط ما بين العامه وما بين حتى الاطباء. صحيح. اللي يعني ما يبغى يبذل مجهود انه يفهم مريضه. صح. صح صح. واحنا يعني شعب صرنا يعني نتساهل في هذا الموضوع، احنا صار حديث صوالين اكثر من هو ان انا اروح اسال متخصص. أسأل وأفهم او استشاري. حق انا عجبني المريض اللي يجي يسال ويفهم ويقول لي انا شفته وانا ما شفته، هذا كويس، معناه المريض يهتم بنفسه يبغى يفهم مشكلته. انا بقول المريض حتى اكتب الاسئله، هذه ما معناها انك انت مثلا نفسيتك تعبانه او شيء، بالعكس. صحيح. عشان تتذكر الاسئله، انت عند الدكتور نص الاسئله بتنساها. حط الاسئله، اسالني هي اجاوبك عليها كلها، تخرج مبسوط، ولا انك تخرج تعالي مره ثانيه اسالك اجاوبك. صحيح. على اسئلتك كلها. صحيح. بحيث انك انت تفهم مشكلتك مظبوط عشان لا يصير في لبس مستقبلا. هل عندنا احنا الثقافه هذه؟ هل دكاترتنا يعني كده صدرهم واسع رحب ان هم يسمعوا يقول، ولا تحس ان هو يعني بيكلمك بعجرفه صراحه ساعات ما يبغى يرد على في اشياء زي كذا، اللي يقول لك انا استاذ كبير ما اقدر، يعني ليه تسالني اسئله زي كذا؟ هذا واحد. بعض الاحيان يكون الدكتور ما عنده وقت، بالذات دحين مع المستشفيات، الضغط على المستشفيات والامراض الكثيره اللي بتحصل، الدكتور ما عنده وقت. طيب يعني معذور المريض كمان، مريض معذور، والدكتور بعض الاحيان ما بيبذل جهد اكثر. صح. مع المريض. فبالذات في الشغلات اللي زي كذا مهمه جدا المريض يفهم مشكلته ويحاول يجاوبه ويفهم في النهايه انه المريض وصل لعمليه اقتناع. صحيح. قبل اي شيء. صحيح. لانه هذه بتوفر عليه، انا لما اثق المريض يثق فيا هذا نص العلاج. صح. والنص الثاني شويه شطاره بشويه ادويه وشويه عمليات. صح. لكن الثقه هذه نص العلاج، اذا انا قدرت اثق المريض يثق فيا ويديني ثقته كامله فيا خلاص. صحيح. هذا انا وصلت للمرحله اللي انا ابغاها، ان انا اقدر بعد كده اقنع المريض باي حاجه. طب بروفيسور خليل، احنا لما دخلنا العياده حقتك لقيناها اشبه بمحل العاب، ايش السر في الموضوع؟ فيه شغلتين، الشغله الاولانيه انه بحاول اجيب انا اشياء معينه تلهي الطفل وهو جالس برا بيشوف اشياء لعب واشياء زي كذا، بحيث انه ما يعني عمليه الانتظار تكون عنده متعه اكثر ما تكون ممل وما يضايق المرضى الثاني. هذا واحد. اثنين، الاطفال الصغار في العاده يروحوا الدكاتره المعظمهم بياخذوا ابر ومش عارف ايه وتطعيمات، فيخافوا من شيء اسمه طبيب. لا، وحتى دكتور الانف والاذن والحزن اللي قاعد يعني بيمسك لهم الاشياء اللي يعني يطلع شيء. فكانت الفكره كلها ان انا اخلي الطفل هذا برضه نفس اثق يثق فيا، فحيث انه انا لما يجيني العياده بدي له هديه حلوه. اذا طفله صغيره بدي لها عروسه، بدي ولد صغير بدي له عربيه، فصاروا الاطفال ينبسطوا لما يجون. وهذه مهمه جدا، انا بديت كسب الثقه من الطفل طبعا، فبعد كده اي حاجه بتسويها هي بيرتاح. صحيح. فعمليه انه انا مثلا استمتع في عمليه اني اروح اجيب هديه للطفل هذا واديله، هي نوع من الاستمتاع، نوع من رد الفعل ان الطفل هذا جاني. صحيح. لا اكثر ولا اقل. صحيح. وبالفعل بتخليني يخلي الطفل الصغير بيقول لاهله ما اروح غير الدكتور ابو سياره، الدكتور ابو لعبه، او الدكتور ابو حلاوه، يعني عمليه انه خلاص هو هذه ثقه. حتى الاهل بينبسطوا، انت لما تعالج الطفل تعالج طبعاً. الطفل الاهل طبعاً. الاهل بيرتاحوا للطبيب هذا وبتاع، مو عشان يعني الواحد انه ما هي عمليه انه بيع شيء، بس هي عملية انه مكسب. صحيح. وثقة للأهل والطفل، حتى انت ترتاح وانت بتعالجه كمان. بالفعل. صحيح. بالفعل. المريض بيجي بيجلس، كيفك يا بابا، كيف حالك، يجلس على الكرسي، ما يحتاج انه يبكي او يزعق او شيء، وتلاقي المريض مستسلم، الطفل هذا ملاك متبدل، ما هو شيطان في العيادة جالس يقلب الدنيا. يعطيك ألف عافية دكتور، شرفتنا في سيدتي. شكرا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا احنا متابعين معكم سيدتي، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. حياكم الله مشاهدينا من جديد، بنتابع الحين مع الاخبار وبتعرفنا عليها وتطلع عليها زميلتي رنيم في الرياض. اليك يا رنيم.
يا هلا يا هدى، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وطبعا مع الأخبار وخبرنا الأول من العربية بعنوان الزراعة توظف نساء للمرة الأولى في السعودية. التفاصيل، حيث تتجه وزارة الزراعة السعودية لتوظيف السعوديات للمرة الأولى، حيث كانت إدارات الزراعة تقتصر على توظيف الرجال، وستقوم الوزارة باستحداث أقسام جديدة تستوعب عددا كبيرا من النساء. وبحسب صحيفة المدينة، فقد أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون المالية والإدارية في وزارة الزراعة جمال الخليف أن الوزارة أنهت تثبيت أكثر من 4200 موظف في العام الماضي، وتم إصدار قرارات تثبيتهم وعولجت أوضاعهم. وأشار إلى أن الوزارة ماضية في توظيف العنصر النسائي بكافة فروعها في المملكة ضمن خطتها المستقبلية بعد إنهاء توظيفهن في مقر الوزارة في الرياض كمرحلة أولى، مؤكدا توفر 62 وظيفة نسائية في الوزارة سيتم الإعلان عنها حال اكتمال انتهاء المبنى المخصص لهن في الجهة الجنوبية الغربية بمقر الوزارة، وسوف يراعى في هذا المبنى خصوصيتهن. وأضاف الخليف أن عددا كبيرا من هذه الوظائف جاهز، وأن الوظائف ستكون خدمية ومتنوعة في مجال معالجة الوثائق والأرشفة وإدخال بيانات برمجة والعلاقات العامة. وفي المستقبل سيتم فتح المجال في المختبرات كأخصائية مختبر وكمحللة مختبر. إذن خبر جميل بعد سنوات من العمل الذي كان فقط مقتصرا في وزارة الزراعة على العنصر الرجالي. الخبر الثاني مشاهدينا من نيوز أونلاين بعنوان وزارة الثقافة والإعلام في السعودية تطالب الصحف والمجلات بعدم نشر مواضيع عن تفسير الأحلام، حيث كشفت مصادر أن وزارة الثقافة والإعلام وجهت مديري ورؤساء تحرير الصحف والمجلات المحلية بالتعميم على موظفيهم والمختصين لديهم بعدم نشر أي مواضيع تتعلق بأصحاب الرؤى ومعبري الأحلام أو الترويج لهم. وشددت الوزارة في تعميم لها على ضرورة عدم نشر مواضيع تتعلق بنشاط أصحاب الرؤى والترويج لهم أو الإعلان عن عناوينهم أو أرقام هواتفهم، بما في ذلك من تجاوزات شرعية وفق ما ذكرت صحيفة المواطن. إذا مشاهدينا، لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الشيخ الدكتور سعد دريهم، أستاذ الشريعة والداعية الإسلامي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، بداية، هل ترى بالفعل أن هناك لنسميها ضرورة لمنع وبث المواد الإعلامية المرتبطة بتفسير الأحلام والرؤى، تحديدا بعدما انتشرت وكثر عليها اللغط في الفترة الأخيرة؟ بداية، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، بالنسبة لقرار الوزارة، هذا قرار موفق، اعتقادي أنه جاء في وقته بعد ازدياد هذه الظاهرة وتكاثر يعني الأدعياء في هذا الأمر اللي هو تفسير الرؤى والأحلام. كان المفروض يكون هذا القرار يعني قبل هذا الوقت، يعني في فترة، لأن مع مرور الأيام ألاحظ أن مفسر الرؤى يعني بدأوا يكثرون، أكثرهم أوالبهم ليس من يعني أهل الرؤى أهل التفسير، وليس حتى لا، لأن غالبا أهل التفسير لابد يكونون أو أكثرهم يكون متصل بالعلم الشرعي، فعنده علم شرعي وكذلك عنده فراسة في تعبير الرؤى والأحلام، ولكن كثر الأدعياء الآن في هذا الزمن هذا، ولذلك القرار هذا اعتقادي أنه قرار حكيم وإن كان متأخرا. نعم فضيلة الشيخ، الخوف كذلك من المبالغة أو التعلق بتفسير الأحلام من الممكن أن يكون طبعا بحسب يعني ما قرأناه أحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى صدور هذا القرار، هل هناك أسباب أخرى من وجهة نظرك هي التي شجعت على إصدار هذا القرار؟ بداية كان يعني في الزمن السابق أو في الأزمان السابقة كان غالبا في القرية واحد أو اثنان يعبران الرؤى والأحلام، أما في هذا الزمن في كل قرية بل في كل حي عشرات المفسرين إذا لم يكونوا أكثر من هذا العدد. وبالنسبة لمعبري القنوات الفضائية يعني ربما يكون الخلل عندما ننظر إلى أو في تراث السابقين، خاصة الإمام محمد بن سيرين رحمه الله كان من أكبر المفسرين، وله الآن بعض الكتب التي تنسب إليه الآن، تلاحظ أنه يجلس في الرؤية الواحدة ربما ثلاثة أيام حتى يعبر الرؤية الواحدة حتى يعبر رؤية واحدة يجلس ساعات أيام يتفكر فيها ويقلب النظر فيها. أما الآن بالنسبة للقنوات الفضائية كم يفسر أو المعبر من رؤية في ربما في برنامج واحد، صحيح، ربما عشر ربما أكثر، لأن بعض الرؤى قد يؤاتي الإنسان أن يفسرها مباشرة، وبعضها قد يتأخر يقول انظروني يعني وقت نص ساعة ساعة ساعتين ربما يوم ربما يومين. لكن في حسن القنوات الفضائية الآن أصبحت يعني التفسير السريع
وهذا طبعا من الخلل. يعني ليش كل رؤية تعبر، وخاصة بعض الرؤى يعني تتعلق بأمور انتباه، يعني بعض الناس يفسر عن القنوات الفضائية يعني أمور تتعلق بسياسة الدول، وبعضها تتعلق بأحداث، وبعضها تتعلق بأمور مستقبلية. يعني لا يدري إنسان يعني ما الله سبحانه وتعالى فاعل فيها. نعم ونعم بالله. أيضا فضيلة الدكتور، لنتحدث أو نتساءل عن واقع تفسير الأحلام والرؤى الشرعية في الشريعة الإسلامية من ناحية الشخص الذي يعني رأى حلما أو مناما أو رؤى يعني، ومن ناحية التفسير الشخص المفسر ما هي مواصفاته باختصار لو سمحت؟ طبعا المواصفات أو الأمر الأول هو العلم الشرعي، لابد يكون على علم بالشرع، لأن تفسير الرؤية تعتبر فتوى. إيه نعم. فالذي يفسر رؤية فكأنما يفتي في أمر من أمور الشريعة، وبالتالي لابد يكون إنسان متصف بالعلم الشرعي، لأن الإنسان أنا عالم بالشرع غالبا تفسير الرؤى أو تفاسير الرؤى والأحلام تتعلق بالكتاب والسنة، قد تكون رموز أو قد حل هذه الرموز قد يكون موجود في الكتاب، قد يكون موجود مثلا في كتب السنة، أو قد يوجد مثل بعض الآثار الموجودة. فالذي ليس له علم شرعي غالبا لا يستطيع أن يفسر الرؤى، ولذلك لابد يكون عالما بالشريعة، وكذلك عليه سمات الصلاح، لأن أكثرها فراسة، فالفراسة تعطى الإنسان بقدر تقواه بقدر خوفه من الله سبحانه وتعالى. نعم الشيخ الدكتور سعد الدريهم أستاذ الشريعة والداعية الإسلامي، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا نحاول نذكر دائما أنه مو كل حلم يحتاج إلى تفسير، أحيانا تكون أضغاط أحلام وإلا كان كل يوم في تفسير وشيء جديد. خبرنا الثالث مشاهدينا بعنوان هدف يحذر الشباب السعودي من مواقع التوظيف الوهمية، حيث حذر مسؤول في برنامج هدف السعودي من مواقع إلكترونية توهم الشباب بالتوظيف بطرق غير رسمية، مطالبا الشباب السعودي بأن يتنبه لمثل تلك المواقع وأن يتقصى عنها بشكل دقيق. وبحسب صحيفة اليوم، شدد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية هدف إبراهيم آل معيقل على ضرورة حماية المعلومات الشخصية لكل طالب للعمل بعدم التفريط أو التهاون في إرسالها لأي موقع للتوظيف. وكشف آل معيقل عن أن من أهم البرامج التي سيتم إطلاقها برنامج يوفر للشباب السكن الخاص في أماكن عملهم في حال كانوا من مناطق مختلفة، مشيرا إلى أن هناك شركات معتمدة للتوظيف المباشر في مختلف مناطق المملكة تلبي احتياجات طالبي العمل من الجنسين بمختلف المناطق. وقال آل معيقل إن أجواء العمل النسائي في المحلات تحتاج للتأقلم من قبل صاحب العمل والموظفة والمشتري ليتقبلوا الظروف الجديدة والتغيرات التي حدثت. كما أضاف أن هناك العديد من الطلبات النسائية للعمل في المحلات التجارية بصورة مستمرة، إضافة إلى التفاعل الكبير في إشارة واضحة على تقبل الجميع لفكرة العمل. وأضاف أن العام 2014 سيشهد نقلة نوعية في توظيف الشباب في القطاع الخاص وتقليل نسبة العاطلين بأكبر عدد ممكن، لأن العمل قائم منذ وقت طويل برسم آلية واستراتيجية لكافة أطياف الشباب في مختلف القطاعات. إذن مشاهدينا إن شاء الله وظائف جديدة وخير جديد، وطبعا مشاهدينا فقراتنا دائما مستمرة متابعة، لكن بعد الفاصل. في سيدتي بعد الفاصل، أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات سيدتي على الفيسبوك وتويتر. حياكم الله مشاهدينا من جديد، بننتقل الحين لمواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما اخترناه من هاشتاج لليوم، نتابع. هاشتاج اليوم هو كلمات لتطوير الذات، والذي تفاعل معه المغردون إما بصور أو بتعليقات منوعة. اخترنا منها تغريدة الدكتور حسين الشمراني الذي قال: لن تكون كاملا أبدا، تعلم من أخطائك وطور من نفسك. أما سارة الوليد فعلقت: لا تقل أبدا أنك لا تملك الوقت الكافي، فإن جميع العظماء كان يومهم 24 ساعة ولم يزد. أما محمد بن نواف فرأى أن الألفاظ هي الثياب التي ترتديها أفكارنا، فيجب ألا تظهر أفكارنا في ثياب رثة بالية. ننتقل مشاهدين المواقع السيدة نت على الفيسبوك وتويتر وأبرز ما جاء فيها. نبدأ من فيسبوك سيدة نت مع خبر مضيفة عربية تضرب راكبة خليجية بسبب وجبة فطور، حيث تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاغا تم تدشينه بسبب ما نشرته مغردة خليجية عن مشادة وقعت بينها وبين مضيفة جوية عربية،
أثناء رحلة عودتها من تركيا على متن طائرة خليجية. المغردون أعربوا عن استيائهم الشديد من تصرف المضيفة التي ضربت كتف الراكبة بعد أن اعترضت على وجبة الفطور المقدمة لصديقتها. ننتقل إلى تويتر سيدة نت وعنوان: الغذاء الصحي، هولندا الأولى عالميا والسعودية والكويت الأسوأ. نقلت رويترز عن مؤشر منظمة أوكسفام الدولية للإغاثة والتنمية للطعام الصحي أن هولندا تفوقت على فرنسا وسويسرا في وفرة الأغذية الصحية لتحتل بذلك المركز الأول في العالم، بينما تخلفت الولايات المتحدة واليابان ولم تحصلا على مكان بين أفضل 20 دولة، فيما حلت اليمن والكويت والسعودية ضمن أسوأ الدول في عدم توفر الطعام الصحي، فضلا عن زيادة الطعام المسبب للسكري والأمراض الأخرى في كل من الكويت والسعودية. مشاهدين، الحين بنتابع مع قصة نجاح وبطلتها اليوم خريجة الجامعة نورة بنت بندر المقيطيب التي تخرجت من الجامعة بتخصص دراسات إسلامية سنة 2006 وبدأت بالبحث عن عمل تطرق به جميع الأبواب ولكن دون استجابة، مما أدى بها إلى التفكير بعمق بطرق استثنائية ومختلفة عن بنات جيلها. وبالفعل كان قرارها افتتاح مطعم نسائي بالسعودية، كون الطبخ موهبة فطرية لدى المرأة ولا بد من استثمارها بالشكل الصحيح، وفتح قنوات وظيفية جديدة للمرأة السعودية لتعمل في هذه المهنة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سيدة الأعمال نورة بنت بندر المقيطيب. حياك الله نورة. أهلا وسهلا على أختي هدى. شلونك؟ أول شيء يعطيك المتابعين. تفضلي. أمسي عليك ومسي على المتابعين. في البداية نورة أبي أقول لك يعطيك العافية على هذه الفكرة الحلوة اللي يمكن بعض الحريم يستحون أنهم يسوون مشروع مثل اللي أنت سويتي. مثل ما تعرفين المجتمع يعيب على المرأة العمل في مهنة الطهي، شنو تردين عليهم؟ طبعاً أنا لما بديت أفكر في المشروع حقي في عام 2008 كان المجتمع رافض كثير أنه المرأة تشتغل في هذه المهنة، مع أنه أنا كان عندي قناعة داخلية وإصرار أنه هذه مهنة شريفة هنا في الطهي عند المرأة، ليش ما تشتغل هذه المهنة وتفتحها تبرز لها ولأسرتها؟ فكرت كثير كيف أبدأ. ثمانية كان من الصعوبة إنه المرأة تفتح مطعم نسائي في السعودية. كان في يعني مشاكل داخل المجتمع تمنع الموضوع هذا، كان في رفض وعيب اجتماعي إنه المرأة تمارس المهنة هذه. أيضا ما كان في قانون يسمح للمرأة أنها تشتغل في المطاعم أو يصرح إن المرأة تفتح مطعم نسائي. طبعا حاولت كثير 7 شهور وأنا أحاول أطرق كل الأبواب عشان أحصل على الترخيص، بفضل دعم صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز ودعم مشاريع المرأة قدرنا نحصل على الترخيص عام 2008 وفتحت المشروع حقي. أول شيء مبروك عليك المشروع نورة، وثاني شيء أنت تحصلتي على وايد جوائز نورة، لو تخبرينا عن هذه الجوائز اللي تحصلتي عليها رغم أن كل الناس كانت ضدك وحصلتي صعوبات، لكن ما شاء الله عليك نجحتي، وخبرينا عن الجوائز اللي تحصلتي عليها. طبعا في 2008 اول ما بديت واجهت رفض كبير داخل المجتمع، كانوا الناس لما يجون عند المطعم كانوا يصارخون بصوت عالي يقولون حسبي الله عليكم راح تخربون البلد راح تخربون الحريم. فتخيلي انت الضغط النفسي، انت فاتحه مشروع كبير صارفه عليه مبالغ ضخمه وتبغين المشروع هذا ينجح، لكن في رفض داخل المجتمع. بالعكس كان في عكس هذا الشيء، كان في ترحيب دولي في المشروع وكانت كل الاخبار العالميه تتداول انه افتتح مطعم نسائي في السعوديه. كان في مشكله كبيره اني اواجه المجتمع واني اقنعه انه المراه السعوديه قادره، المراه السعوديه ما قاعده تسوي شيء غلط، احنا قاعدين فاتحين مهنه شريفه للمراه السعوديه تفتح لها باب رزق لاسرتها. وبالفعل ما استغرقنا الا 3 شهور حتى اقنعنا المجتمع كله ان احنا قد اللي قاعد نسويه وان احنا ما قاعدين نسوي شيء غلط ولا قاعدين نخرب البلد، بالعكس احنا ناس ملتزمين. وقعنا عقود كثيرة مع شركات بترول في المنطقة من أول 3 شهور وبدينا ننجح، بدينا ننجح نجاح غير طبيعي، يعني نجاح غير طبيعي. ما شاء الله تبارك الله بدينا نحصل على زي ما قلت لك عقود كبيرة، عقود تمويل 7000 شخص في يوم واحد. أيضا كان عندنا جوائز كثيرة حصلنا عليها في عام 2010، حصلنا على جائزة الغرفة التجارية لأفضل مشروع صغير في المنطقة الشرقية. أيضا حصلنا على في 2011 على جائزة الشيخ محمد بن راشد المكتوم لأفضل مشروع عربي على مستوى الشرق الأوسط، وهذه حققت لنا قفزة كبيرة. أيضا حصلنا بعدها في نفس العام 2011 على جائزة ولي على جائزة أسفة الهيئة السياحة لأفضل مطعم خدمات مطعم مأكولات شعبية وخدمات
التمويل بالمملكة. حلو. حصلنا عام 2012 على جائزة ولي العهد لشباب الأعمال، المركز الأول في القطاع الخدمي. حلو. وآخرها كانت الشهر الماضي مجلة فورب الشرق الأوسط صنفتني كأفضل رائدات الأعمال في المنطقة، أخذت المركز 11 من بين 60 رائد أعمال ورائدة أعمال. ولو تلاحظي أنه العشر مراكز الأولى كانت للرجال، مما يعني أن أنا مصنفة أفضل رائدة أعمال في المنطقة. ألف مبروك لك نورة، وأكيد أنت بتكونين عبرة لبعض النساء أو لأغلب النساء اللي قاعدين يسمعونا ويشوفونا عشان يتشجعون ويقومون بهذه المشاريع. نورة، أنت ترشحتي المسابقة إصرار، خبرينا عن هالمسابقة. طبعا مسابقة إصرار هي مبادرة من وزارة العمل وصندوق التنمية في الموارد البشرية لتكريم أفضل رواد الأعمال في المنطقة في المملكة، وتكريم أيضا الموظفين الأكثر في المملكة. أنا ترشحت من بين تقريباً 700 شخص، تصفينا إلى 20 شخص، وآخرها التصفيات النهائية وصلنا 10 المرحلة النهائية. الآن أنا مرشح أني أخذ من بين 3 نتنافس على الجائزة أفضل رائد أعمال ورائدة أعمال. إن شاء الله يا ربي إحنا ندعم الجسر ودعم الناس. مشاهدينا، انقطع الخط مع سيدة الأعمال بنت نورة بنت بندر المقيطيب. أكيد بقول يعطيك العافية وشكرا على اتصالك معنا، وإن شاء الله تكون عبرة لكل النساء اللي يحبون يسوون مشاريع وما عندهم فرصة، تشجعوا واشتغلوا على نفسكم، أكيد الله يوفقكم وتنجحون. مشاهدينا، يقول فيكتور هيغو كاتب رواية البؤساء أن سحر المرأة يكمن في قدرة ملامحها على الكذب. في التقرير التالي بنتعرف على أشهر 8 أكاذيب تتقنها المرأة، نتابع. الكذب ملح الرجال، ولكن هل الرجال فقط يكذبون أم النساء أيضا؟ وهذا أيضا لا شك فيه، ونستعرض معا أشهر 8 أكاذيب تتقنها المرأة، ولكن ولأسباب جوهرية يدخل كذب النساء في فئات الكذب الأبيض. الكذبة الأولى، لم أسمع رنين الهاتف. ومن المؤكد عزيزي الرجل أنك تفضل سماع هذه الجملة على أن تسمع أنها فضلت عليك مسلسلها التلفزيوني المفضل، أو اتصال صديقتها المفضلة لتخبرها عن بعض الأمور النسائية مثل أسعار الملابس مثلا. الكذبة الثانية، أنا لا أفكر حاليا في الزواج، ولكن في الحقيقة وفي قرارة نفسها فهي تريد الزواج بأسرع وقت حتى تشعر بالاطمئنان والأمان بأنه لا مجال بأن تتخلى عنها في أي مرحلة من مراحل الخطوبة. الكذبة الثالثة، لم أتزوجه لأنه لم يكن يناسبني. جملة مبطنة تحاول المرأة تجنب الإفصاح عن أسباب الانفصال حتى لا تتسبب في حرج لها أو له. الكذبة الرابعة، أنت على حق، كذبة مفيدة تقال بغرض إنهاء المشاجرة المحتدمة بدلا من تضييع المزيد من الوقت والطاقة في الجدال. فلاحظ بنفسك أنه بعد مضي بعض الوقت ستذكرك دائما أنها لم تكن مخطئة في هذا الموقف. الكذبة الخامسة، سأخبرك بعمري الحقيقي. هذا فقط لأنها تريدك أن تصدق الرقم الذي ستعطيه لك، فالكثير من النساء يتجنبن الحديث بشكل دقيق عندما يتعلق الأمر بصورتهن الشخصية أمام الآخرين. الكذبة السادسة، أنا حقا لا أهتم، وهذا يعني أنها تهتم وبشدة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالغيرة من امرأة أخرى. الكذبة السابعة، أنا أحب مشاهدة المباريات بشدة. ها هي تبذل مجهودا كبيرا للتقرب منك ولفت انتباهك إليها، لكنها في الواقع ستمل بعد عدة دقائق، كما أنها لن تخصص وقتا لمتابعة المباريات بانتظام. الكذبة الثامنة والأخيرة، أنا أحبك كما أنت، وهذا صحيح وإياك والشك به، ولكنه لا يعني أنك خالي من العيوب، فالمرأة سريعة الملاحظة وتجيد قراءة الرجال بشكل كبير، لكنها عندما تحب تتغاضى عن كثير من عيوب حبيبها وتحاول أن تسعده بعدم الحديث عن عيوبه، لذا تخبره بأنها تحبه كما هو. طبعا مشاهدينا، ما أقول لكم ما شاء الله فريق العمل وايد مركزين على هذا التقرير، يبون ما شاء الله كلهم من الشباب ومركزين، يبون يعرفون شو المرأة الأشياء اللي تكذب عليها. طبعا أنا شخصيا أقول أن الكذب بكل أنواعه
يعني ما ينفع، حبل الكذب قصير حتى لو كانت شغلات تافهة وبسيطة، يعني ما أحلى من الحقيقة والصراحة والواقع. وإحنا بنكمل فقرات سيدتي لكن بعد هذا الفاصل مع فرقة الجاز في الرياض، خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، قسم الموسيقى بجمعية الثقافة والفنون بالرياض يطلق أول فرقة جاز. حياكم الله مشاهدينا من جديد. أطلق قسم الموسيقى بجمعية الثقافة والفنون بالرياض مؤخرا أول فرقة الجاز بعد أن تم استقطابهم للحضور إلى الجمعية على مدار 3 أشهر واحتضانهم وتدريبهم في مقر الجمعية خلال هذه الفترة. المزيد من التفاصيل مع زميلتي رنيم في الرياض. إليك رنيم. تسلمي حبيبتي هدى، أنت الجميلة منورة اليوم حبيبتي. مشاهدينا أهلا بكم. فرقة تقدم فنون مختلفة، اجتمعت مجموعة من الشباب مع آلاتهم المتنوعة والمختلفة ليبدعوا ويتميزوا ويعطونا فنون جديدة. مشاهدينا خلنا نتعرف على عزفهم علشان نبتدي الحوار معهم. أطلق قسم الموسيقى بجمعية الثقافة والفنون في مدينة الرياض أول فرقة جاز من 9 عازفين، 7 منهم سعوديين، ليتم احتضانهم وتدريبهم في مقر الجمعية. تقدم الفرقة فنونا مختلفة إلا أنها متخصصة في فن الجاز اللاتيني إلى جانب الراب والروك والكلاسيك والأغاني الخالدة عالميا. تعزز من دور الجمعية في احتضان المواهب خصوصا الشباب الذين يملكون موهبة العزف على الآلات الوترية كالعود والكمان والناي شاعة الثقافة الموسيقية. لبرنامج سيدتي دانا دلجموني الرياض. مشاهدينا للتفاصيل معنا في الاستوديو عازف الايقاع او عازف الكونجا درامز الاستاذ علي الشيحه. اهلا فيك علي. يا هلا والله فيكم. بدايه عرفنا كيف تجمعتوا مع بعض انتم 7 شباب الى الان وكيف بديتوا الفرقه. والله في البدايه انا يعني طرحت الفكره على الشخص المسؤول اللي هو الاستاذ يحيى زرقان، وجه له تحيه وخالد، فعرضت عليه الفكره هذه ليش ما يصير عندنا فرقه الفنون الغربية أو الفنون العالمية. وتجاوب معنا يعني والحمد لله لقينا قبول من عند جمعية الثقافة والفنون وتجمعنا عندهم وبدأنا نشتغل يعني معهم سوا الحين. أنت أول باند أو أول فرقة بتقدم موسيقى غير عربية، موسيقى غربية بالضبط، وبتعترف فيها أو بتحتضنها جمعية الثقافة والفنون بالضبط في الرياض تحديدا. نعم تحت رعايتهم. تحت رعايتهم. نعم. طيب بالنسبة لخلفيتكم الموسيقية يعني عندكم اللي أنت أعتقد متخصص في اللاتينو ميوزك، الموسيقى اللاتينية. أيوه بالضبط، باركيشنز لاتين. باركيشنز لاتين. أيضا عندكم الروك كلاسيك فلامينجو لاتينو. صحيح. كل واحد فيكم أكيد عنده خلفية ثقافية من فترة طويلة. بالضبط. تقريبا يعني إذا أخذنا المعدل كم يعني الأفرج في الموسيقى؟ أنا بتكلم عن نفسي يعني. يعني تقريبا ما يعادل 12 سنة إلى 13 سنة. بشكل يعني تعطرك مدربين أو لا 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 لا, لا لا مجهود شخصي، كل هذه مجهود شخصي ما شاء الله. طيب. سواء في الشرقي أو في الغربي. وكيف يعني إلى الآن قدرتوا أنكم طبعا مجموعة من الشباب كل واحد له ميولة طريقة تفكيرة، صحيح، كيف قدرتوا تندمجوا أو تنسجموا سوا؟ طبعا أعوذ بالله من كلمة أنا اللي جبعت الشباب هذولي كلهم. طبعا أخذت لي وقت يعني قرابة شهر في بعض الشباب حصلت عليهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر، يعني قلت لهم ان في برنامج طرحته الجمعية وانا اللي متكفل عنه. فالبعض ايد والبعض اللي عنده ظروف طبعا ما
مأيد الفكرة. والحمد لله حصلت على مجموعة شباب من مختلف أنواع الفنون، الروك، الفلامنجو، الكلاسيك، اللاتين. طيب إيش الأهداف اللي خلتكم أصلاً تنشئوا الفرقة؟ الهدف إن الحين إحنا في طور المنافسة الصراحة، يعني ودنا ننافس العالم بالشيء اللي إحنا نقدمه، رغم إن ما عندنا لا معاهد موسيقية ولا مكان يحتوينا من أول. فودنا شيء يعني نطلع فيه شيء جديد، مبتكر جديد، نسوي مزيج بين الغربي والشرقي. لو أمانة يعني أشجعكم، والآن أعتقد الفرصة أفضل من الفرص السابقة، لأن مشاهدينا يعني قبل كذا سنة سمعنا عن أكثر من فرقة أو حتى محاولات للظهور، لكن للأسف كانت فترة بسيطة وتختفي. صحيح. ليه برأيك كانوا يتعرضوا لهذه المشاكل؟ لأن ما في دعم. من مين بالضبط؟ من أو من أي ناحية؟ من الجهة مثلا وزارة الثقافة والفنون، وزارة الإعلام، المفروض يدعمون المواهب هذه. طب ليه كانت يعني قبل كانوا يرفضوا علشان طبيعه الموسيقى او بالضبط؟ بالضبط عشانها موسيقى غربيه ومش مسموعه عندنا يعني بشكل كبير. يعني الدعم بالكامل كان موجه للموسيقى العربيه. بالضبط بالضبط. جميل انهم غيروا رايهم. اي اكيد الحمد لله. طيب يعني تقدموا، انا لما تكلمنا في الموضوع سالتك الجاز، قلت لي لا نقدم فيوجن ميوزك. فيوجن عرفنا على، او بالاصح الى الان فيوجن طبعا مشاهدينا هي دمج اكثر من نوع من الفنون، لكن صح. الى الان يعني ايش اللي تحس انكم قادرين تدمجوه بشكل اكبر؟ اللي قاعدين ندمجه صراحه اللي قلتيه من اول، الكلاسيك مع الفلامينجو، هذولي طبعا منسجمين يعني مع بعض ومطلوبين. بالضبط. عندك الروك واللاتن، هذول شيء جديد. فلما تدمجينهم بتصير حاجه يعني جديده حتى في العالم. يعني بالنسبه يعني للروك حيكون هارد روك، او حتضيفوا مثلا بعض الالات لتسي تستعمل الجيتار بشكل اكبر؟ اكيد الروك الكتريك الجيتار، مش الكلاسيك، فيفرق الموضوع. بس هو الهدف ان نتنقل من رتم الى رتم ثاني بسلاسه وسهله للمستمع. بس الى الان يعني بتدمج موسيقى غربيه مع بعضها، لكن موسيقى بالضبط. عربيه مع موسيقى بالضبط. عربية. هذه في المستقبل ان شاء الله. في المستقبل. طب يعني بصراحه هنا قليله بصراحه الاماكن اللي ممكن الشخص يستمتع فيها بكونسرتس او بحفلات موسيقيه. صحيح. او كذا بتكون. صحيح. على نطاق. صحيح. ضيق وتحت. صحيح. يعني فالى الان وين تتوقع انه يكون لكم جمهور، او وين ممكن تقدموا عروضكم في الفتره المقبله ان شاء الله؟ والله الفتره المقبله طبعا احنا لازم الدعم، لازمنا الدعم من وزاره الاعلام، لابد هذا منه. حاليا احنا جالسين يعني تجينا عروض من السفارات ان نقيم عندهم يعني مقطوعات الامور هذه في بعض المطاعم كبيره يعني طلبونا كذا فتره يعني والحمد لله. الحمد وفي لله. وفي اقبال طبعا من الجمهور لما نشوف احنا الفيديوهات حقتنا في اليوتيوب والمواقع التواصل، يعني في اقبال يعني من الشعب انها حاجه جديده في الرياض. صحيح. يعني مندهشين اصلا اكثر العالم. صحيح. طب بصراحه يعني الموسيقى عاده من المواضيع الشائكه نوعا ما او حساسه تحديدا. صحيح. في مجتمعاتنا. صحيح. يعني ايش الصعوبات اللي واجهتوها، وفي المقابل كيف قدرتوا انكم فعلا تواجهوا المجتمع بنوعيه مختلفه من الموسيقى، وان كانت موجوده مشاهدينا ولها اقبال، لكن ما فيها يعني فرق او فعلا اخذت حظها بشكل اكبر. صحيح. والله هو في البدايه اكيد في صعوبات، في ناس من الاهل ما يقدر. وضع الاجتماعي، وضع العملي، ان عمله نفسه ما يسمع. بس طبعا القطاع الخاص. ايش الوظائف اللي ممكن مثلا تمنع شخص انه العسكريه؟ لا انا يعني في مثلا في شخص قال لي اذا انا طبيب ما اقدر مثلا امارس هوايه. بالضبط. ليه دائما يكون في عائق بهذا الشكل؟ والله اكيد ان لهم تحفظ بالامور هذه. وما ادري انا عنها الصراحه، بس بالنسبه لي بما اني قطاع خاص فاوبن المجال عندي. لكن ما كان في مثلا مشاكل بالنسبه لك او للشباب انكم تنسقوا الوقت ما بين الوظيفه والتدريب؟ أكيد او اكيد والبيت والاهل. كيف نسقتوا او يعني تتدربوا كم مره؟ والله احنا نتدرب مره واحده في الاسبوع. وباقي الاوقات نتمرن في البيت. اوكي. يعني نحضر في البيت الاشياء اللي راح نتمرن عليها. اللي راح نعملها ونيجي نطبقها في وقت التريننج او وقت التجمع. أيوة. التدريب. طيب يعني ما شاء الله انتم ما خليتوا تقدموا اكثر من نوع من الفنون. يعني هذا يا اما ان مواهبكم كثيره او انكم تستهدفوا اكثر من شريحه من المتابعين. بالضبط. اكيد. انتم مين جمهوركم؟ جمهورنا جيل الشباب.
بشكل أكبر يعني أو إحنا مركزين على الشباب صراحة. والشباب اللي خصوصا دول اللي مبتعثين ورجعوا فأكيد جايبين فكرهم معاهم أما اللي القدامى اللي ما لحقوا على الانترنت والامور هذه طبعا ما يعرفون الفن هذا والله ما يغرك اسمع مني الشباب شباب الروح في ناس ما شاء الله يكونوا 70 و80 و90 لكن تكون عندهم روح حلوه وقابليه انهم يسمعوا شيء جديد ويرجع لثقافه الشخص نفسه يعني اذا هو متذوق للفن اكيد بحب الشيء اللي احنا قاعده نسويه ان شاء الله واكيد طالما انت تقدم شيء ما في نشاز ما في شيء ضايق فاكيد طبعا بيكون في قبول موسيقتك هي اللي تفرضك صحيح شكرا لك علي الشيحة عازف الكونغ درامز شكرا جزيلا لك تحياتنا لك طبعا للفريق ومشاهدينا للأمانة كثير في مواهب موجودة سواء كان في الرياض أو في المملكة بشكل عام هذه المواهب أما تشتغل بشكل فردي منهم ما شاء الله في ناس هم اللي قاموا بتدريب نفسهم بنفسهم يعني ما احتاجوا أنهم يروحوا معاهد أو ما كان حتى في فرص مواتية لكن في عدد كبير من الشباب يحتاج للدعم يحتاج فقط لأول دفعة فطبعا إذا حابين يتفضلوا عنا يا مرحبا بهم إضافة لأن الدعم حاليا موجود من كل الجهات وتابعونا مشاهدينا فقراتنا دائما مستمرة بعد الفاصل حياكم الله مشاهدينا من جديد بندش الحين عالم الموضة ومعانا اليوم في الاستوديو المصممة الإماراتية مريم المدفعي حياة شاء الله مريم مريم في البداية للمشاهدين اللي ما يعرفونك خبرينا عن بداياتك في عالم التصميم وهل درستي هذا المجال ولا ما درستي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم احنا دار 1001 للعبايات بدايتنا كانت في 2007 انا وشريكتي صفا العور بدينا طبعا عن طريق مؤسسة محمد بن راشد فكان مشروع صغير وكل شيء وبدأ يقول لدعم مشاريع الشباب دعم مشاريع الشباب وشوي شوي المشروع لين كبر ما شاء الله الحين احنا عندنا فيلا في جميرة ومشغلنا كبير والحمد لله يعني فضل الله ما كانت دراسة فكانت بس هواية بدت كهواية والحمد لله تطورنا خذنا كورسات خذنا وايد أشياء يعني تخص الموضة تكمله للمشغل فطبعا انت لما تدير شيء لازم يكون عندك خلفيه اكيد فالحمد لله يعني الحين مريم بنبدا نشوف الاستوديو بعض من تصاميم مع عباياتكم اللي صممتيها انت وزميلتك لو ذكرينا باسم زميلتك اللي تصمم معك صفا صفا لو تخبرين عن هذه العبايه هاي العبايه طبعا احنا كنا يعني هذه العباية أنا أحس فيها شوية الستايل البدوي الأردني صح؟ الأولد ستايل فنحن دائما ندمج بين الحديث والتقليدي والقديم ففي هالعباية دمجنا بين الستايل القديم بس استخدمنا تطريز جديد حلو واستخدمنا اللون الأبيض لأنه دائما التقليدي الذهبي الفضي صحيح فحبينا الأبيض مودرن أكثر حديث يعطي بالمرة العصرية يكسر الأسود شوية صح هذه العباية يعني مريم ما تشوفينها شوي أنها مو عملية حق الشغل؟ صح هي هذه تستخدم أكثر حق المناسبات حق جلسات البنات تعرفين هالأيام يحبون دائما يبرزون نفسهم فمش عباية ممكن تنلبس في الدوام أو في الشغل أكيد مريم يعني قاعدين نشوف وايد ما شاء الله مصممات إماراتيات قاعدين يدشون مجال التصميم العبايات هذه المنافسة لما دشيتوا هذا المجال ما كانت تخوفك انه احنا وين بنكون بين هذا التنافس الكبير؟ لا الحمد لله نحن يعني مش وايد الفوكس مالنا كان على المنافسة. نحن عندنا هواية وعندنا يعني مبدعين ونحب ننتج بطريقة ان يعني نبين شو هوايتنا ونبين ابداعنا في كل قطعة ننتجها فاحنا بعيد عن تنافس بعيد عن هالاشياء يعني ما فكرنا ابدا في المنافسين تبين الصدق حتى مش وايد يعني نحب حتى نحضر لهم عروض ازياء نحضر عندنا وايد من الصداقات مصممات ازياء فتلقينا مش وايد ممكن تتبادلون حتى الافكار صح يعني صح واحنا اصلا في دار 1001 عندنا كثير من المصممات يعرضون عندنا لان احنا فيلا فنعرض حق كل ثلاثة شهور نعرض حق مصممات مختلفين حلو. يعني لو تخبرين عن هذه العبايه اللي قاعدين نشوفها الحين هي هاي العبايه اذا انتبهتي بعد تطريز
فيها تطريز من الأمام من وراء من الخلف بتشوفينها واسعة فممكن تلبس في كل الأماكن. حلو. عملية والكم طبعا هي بدون كم فهذا نفس الرداء شيء يغطيها فممكن المرأة تلبس أي لون يناسب يعني التطريز. تبرز الملابس اللي تحت العباية, اللي تحت العباية من خلال هذه العباية. عباية حين نعم. مريم يعني تعرفين الحين العبايات صاروا كثير تغير شكلها تماما عن السابق. هل أنت مع أو ضد أنه العباية يتغير شكلها؟ يعني مثلا نمشي في السوق نشوف أشكال عجيبة وغريبة من العبايات, هل أنت مع هذا الشيء أو ضده؟ نحن دائما نحاول أن يكون تكون العباية من ضمن الشكل التقليدي, ما نطلع من نطاق العباية. فيعني بدون تقصير بدون البيج. أنا قاعدة أشوف عباية إن شاء الله كلها وسيعة. فنحن دائما لو دخلنا ألوان بس دائما نحاول نحافظ على شكل المرأة ونحافظ على يعني هدف العباية تكون ساترتها. يعني ساترة هي يعني فيها شكل بس ساترة المرأة يعني مش مبينة ملامح جسمها. حلو. هذه العباية قاعدة أشوف لونها غير عن اللون الأسود بتاعتي عن اللون الأسود, لو تخبرينا عنها أكثر. هذه العباية طبعا هي دانتيل مبطنة بلون, إذا انتبهتي استخدمنا التطريز على الدانتيل فهذه حركة جديدة. أكثر الناس يحطون التطريز على العباية دايركت فنحن حبينا نغير شوي. فهاي العباء تغني المرأة حتى عن اللبس, ممكن تلبس أي شيء سادة تحته وتكون كأنها هي الـ الـ كأنها اللبس هي الفستان. هي نعم. حلو. يعني قاعدين نشوف وايد تطريز في عباياتكم مريم, لو نحبها. يعني ليش اعتمدتوا التطريز اكثر؟ احنا نحب التطريز, نحب الشغل اليدوي, نحب التطريز. ما شفت فصوص وايد او ما شفت ما عدنا وايد قليل انك تلقين شيء في كريستال. الكريستال احنا نبتعد عنه, يمكن هي طبيعه شخصيه, شخصيتي انا وشريكتي شويه بعيد عن الكريستال واللمعه وهالاشياء. نحب الاشياء الهاديه التقليديه يعني اللي تلبس دائما اللي تكون موضتها دائما. وحتى مثلا ما تصممون عبايات الاعراس؟ نصمم. لازم تكون فيها لا. شويه تطريز. مريم العبايات الحين بتشوفين بندخل القطعه بتشوفينها فيها كريستال وفيها شغل. فيها شغل بتشوفينها, بتكون دائما نعتمد الاقمشه المشغوله, نعتمد القطع المشغوله, ممكن نشتغلها نحن فبتشوفين ان شاء الله. مريم وانت تصممين انت وصفاء ما تختلفون يعني تقول لك هذه لا هذه اي ما ابي, تتهاوشون مثلا؟ وايد وايد يعني. منو يحل المشكله بينكم؟ احنا نحلها بروحنا, ما اخر شيء يتدخل بيننا. هي الحمد لله احنا صار لنا اصلا من 2007 الحمد لله, فيعني كملنا 7 سنوات الحين الحمد لله, فان شاء الله دائما يعني نكمل. نختلف طبعا, ما في اي اثنين ما يختلفون اكيد يعني, الاخوان يختلفون في البيت فبس الحمد لله في تفاهم بيننا, واهم شيء ان الخلاف ما يدوم طويل يعني. خلافنا اذا اي تختلف معك شيء قولي لها خلصي انت سوي هذا الديزاين وانا اسوي هذا الديزاين. ايه ترى هو دائما دائما نوصل لحل يرضي الطرفين, ودائما الخلاف ما يدوم اكثر من ساعات يعني, فالحمد لله يعني. خبرينا عن هذه العبايه مريم. هذه العبايه حق المراه الانيقه, حق المراه اللي تحب تروح الدوام وهي شكلها لابسه كانها لابسه جاكيت, عندها مثلا اجتماع, عندها مقابله, تبغى تلبس شيء لائق بهالشيء ولابسه عبايه. يعني حسيناها حتى شوي من الستايل الفرنسي للعبايه من فوق. من فوق, فاذا لاحظتي هي كانها لابسه جاكيت على العبايه, وبعد من ضمن الحفاظ على ستر المراه يعني بتشوفينها مش وايد مخصره, ملامح الجسم مش واضحه وايد. سويتي مجموعه تخص اكسبو 2020, لو تخبرينا اكثر عن هذه المجموعه. طبعا جاهزه ولا لا؟ هي طبعا مجموعه اكسبو احنا بديناها في 2012 في ديسمبر, اول ما بدا ملف اكسبو تقريبا بداياتها وترشحت دبي احنا بدينا, كنا تقريبا اول مصممات تطرح فكره اكسبو. نزلناها كان عرض ازياء في دبي مول, فطلعت العبايه على الستيج وكانت لدعم الملف. فالحمد لله يعني كانوا وايد ناس ما يعرفون عن الاكسبو, كان جديد في دبي, فالحمد لله هو ان نوصل الفكره أكيد. ضمن
يعني احنا نوفر الموضه فبالطريقه كل واحد يعبر بطريقه عن تشجيعه لترشح دبي والحمد لله فازت دبي بهذا المعرض. لو تخبرينا بعد اكثر عن هذه العبايه. هاي العبايه طبعا بقماش البشت, وقماش البشت يعتبر صوفي حلو, هذه حق الشتاء دفي. هي دفي, فالواحد مو بلازم يلبس جاكيت وفي نفس الوقت شكلها انيق, ممكن تلبسها ممكن تدفيها. ودخلنا معها الدانتيل وفيها قصة, إذا لاحظتي القصة كأنها لابسة جيلي أو كأنها لابسة صحيح. هي مريم بعض المصممات يروحون يبحثون في الثقافات الأخرى, خلينا نقول الثقافات الهندية الباكستانية الفرنسية المدري إيش, هل أنت وصفاء اعتمدتوا هذه الشغلة ورحتوا دورتوا في بعض الثقافات الأخرى ودمجتوها في العباية الإماراتية؟ إحنا ندور في الثقافات الأخرى لكن دائما نستخدم ثقافة الإمارات. نحب دائما تراثنا, نحب دائما نبرز تراثنا من ضمن كل القطع اللي احنا ننفذها, لدرجه ان حتى نحن منفذين البشت الملون كان بالوان مختلفه بالشغل التقليدي. دائما نحاول دائما نرجع لتراثنا, ما نحاول ان ما يعني ما تحبون تتجاوزون تراثكم. ممكن نتجاوزه بس دائما تلقين يرجع رجوع. لازم جزء معين في صح. تصميم العباية يرجع. هذه عباد سهرة كنا نتكلم تونا قبل شوي, فإذا لاحظتي الشغل دائما من وراء, فحتى لو لبست المرأة فستان ممكن ما يغطيها, فإذا لاحظتي هو كأنها هي حاطة الشال على العباية هي العباية وبدونكم, فحتى لو لبستكم طويل ما بيعيقها. وإذا انتبهتي القطعة قصيرة من وراء ف أعطي شكل الشغل. فهذا نوع الشغل اللي احنا نستخدمه في السهرة, يعني يكون فيه لمعة بس بسيطة مو بوايد. ما فكرتوا مريم انت وصفاء انكم تسوون انكم تصممون فساتين سهرة مثلا؟ احنا عندنا لاين فساتين سهرة بس اكثر الفساتين تكون فري سايز. شلون يعني؟ ردي تو باي, يعني المرأتي تشتريها مناسبة اجتماع الكل. حلو. قياس واحد ممكن الكل يلبسه بس اللهم تقصير. يعني مثلا اذا في وحده مثلا عجبها الموديل بس تقولك ابيه على جسمي بالضبط ممكن. ما تصممين لها؟ ممكن يعني احنا في المشغل ممكن يعني نسوي اي شيء حق اي حد من زبايننا. نسوي فساتين, نسوي جلابيات, اي شيء. وحتى عندنا كثير من المصممات يستخدمون مشغلنا كمشغل لاستخدام لعرضهم. حلو. يعني هم يبون تصاميمهم وينزل باسمهم بس يستخدمون المشغل لان مشغلنا ما شاء الله كبير. فممكن الانتاج ننتج فنحن نستخدمه لكل الانتاج, الحمد لله هو مجهز لكل الستايلات. مريم هذه العبايه حبيت فيها الالوان المبهجه, انت كنت شويه تعتمدون شويه الالوان الغامجه. هذه الالوان هي احنا طلعنا الغامج اليوم بما انه شتاء. هذه إذا لاحظتي كأنها لابسة جاكيت والتنورة كأنها فيها طبقات بس هي عباية. فالعباية فيها طبقات, فلما المرأة تمشي شوي يعطيك أنوثة. الألوان زاهية فتبرز تشرح النفس. هذا التطريز شوية مو كأن تطريز يعني هذا مغربي. هاي القطعة لا, هاي القطعة كانت مستلهمة من تصميم لفالنتينو. احنا من معجبين تصاميمه فنحبه, فهذا من آخر عرض أزياء هو قدمه. طبعا مش بالضبط بس أكيد. مستلهم من عرض أزياء. ف كل مصمم مريم عنده لمسته, غير انه عنده لمسته, عنده مدرسه خاصه صح. ينتمي لها او يرجع لها صح. وهذه المدرسه اللي تساعده انه هو يسوي شيء قريب من هذه المدرسه لكن بطريقته الخاصه. انتم منو اكثر المدارس اللي تحبونها غير فالنتينو؟ غير فالنتينو طبعا. تتكلمين عن الصعيد العالمي ولا الصعيد المحلي؟ كيفك العالمي والمحلي؟ والله سؤال صعب تبين الصدق, سؤال صعب. بنقول فالنتينو, بنقول كريستيان لكروا. ترى صفاء المشاهدين عشان تكونون بالصوره صفاء معنا بالاستوديو بس هي خلف الكواليس فهي تحاول تقول لي شيء وانا ما فهمت. مريم ما شاء الله عليكم عباياتكم حلوه, ويعني احنا من برنامج سيدتي دائما نشجع المراه انها تنتج وتشتغل شغلات حلوه. ان شاء الله يا رب تتوفقين انت وصفاء ويعطيكم العافيه, وان شاء الله ليش لا نشوفكم بمعارض عالميه فاشن شوز عالميه تتوفقون. الله يسلمك. شكرا لحضورك. شكرا للاستضافه. شكرا.
مشاهدينا بعد هذه فقرة الموضة بنكمل فقرات سيدتي لك بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، أمير مكة يدشن مرحلة جديدة في مسيرة جدة التاريخية. حياكم الله مشاهدينا من جديد. افتتح أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد الله يوم الخميس مهرجان جدة التاريخية الأول. المزيد من التفاصيل مع زميلتي جيهان في جدة، وإليك يا جيهان. شكرا لك هدى. بالفعل جدة أمس كانت على موعد مع حدث كبير وتاريخي يقام لأول مرة، تعانقت في المنطقة التاريخية من المدينة والزمن أو مع الزمن القديم حين أطلقت أول مهرجان لها والذي يتحدث عن المنطقة التاريخية في وسط اهتمام كبير من أهل جدة وأميرها والذين شعروا بالمسؤولية الكبيرة تجاه هذه الثروة التي يمكن استثمارها بشكل كبير. المزيد من التفاصيل عن هذا المهرجان في التقرير التالي نتابعه سويا. الأصالة والتاريخ والقيمة، حكايات الحارة والحب والبساطة، كلها معاني كانت حاضرة في وجدان جدة القديمة، المدينة التي جاورت البحر منذ 3000 عام. صورة بدت واضحة في كرنفال جديد دشن يوم أمس بحضور أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز، يرافقه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، حيث كان الحفل شرارة لانطلاق مهرجان جدة التاريخية. الهدف من عمل هذه الفعالية هي تسجيل مدينة جدة ضمن منظومة المدن التاريخية التراثية في اليونسكو. حنبدأ اليوم إن شاء الله بإطلاق مبادرات من قبل الأمانة وهيئة السياحة والتراث والقطاع الخاص لإعادة تأهيل هذه المنطقة لإعادة الجذب السياحي لها. المهرجان الذي يعد الأول من نوعه في مدينة جدة يحمل في طياته أكثر من 50 فعالية تسعى إلى وضع الزوار في حقبة زمنية مرت بها عروس البحر الأحمر قبل أكثر من نصف قرن، ويهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالأبعاد التاريخية للمدينة كبوابة للحرمين الشريفين ومحطة عبرت من خلالها كافة الثقافات. أنا أعتقد أنه هذه المنطقة حقيقة تستحق أن تكون ضمن المناطق التاريخية، واهتمام ولاة الأمر بهذه المنطقة وعمل أول مهرجان على مستوى المملكة بهذا الحشد الكبير يعطي دلالة كبيرة على أهمية الموروث، وأن هذه الأشياء اللي لابد نحن نحافظ عليها وأيضا الاستفادة منها أيضا من ناحية اقتصادية على المدى البعيد. الفعاليات حتكون عندنا أكثر من 50 فعالية حتكون على مدار 10 أيام ابتداء من يوم غد. حيكون فيها متاحف، حيكون فيها أكل، حيكون فيها عادات وتقاليد قديمة كنا نحن يعني نفتخر بها. حيكون في عندنا كذلك ستاند اب كوميدي شو، حيكون في عندنا فعالية المركب الحجازي اللي هو المطبخ الحجازي. ليلى صاخبة بحب امتلأت بعدد كبير من أعيان البلد، رجالا وسيدات تكافؤوا مع المنظمين لتقديم صورة مشرفة عن تاريخ جدة اللي يقدم خلال 10 أيام هي عمر المهرجان الكثير من جوانب الحياة القديمة في جدة، بدءا من أشهر حاراتها ومنازلها وامتدادا للتفاصيل الإنسان والمكان. برنامج سيدتي بشائر النجار من قلب جدة النابض. الحديث أكثر عن هذا المهرجان والذي توج بعبارة جدة بعبارة جدوية جميلة
وهي كنا كده في دلالة على الفخر والافتخار بالزمن القديم والعراقة التي فيه. يسعدني أن أرحب بضيفنا هنا في الاستوديو وهو الأستاذ محمد العمري وهو المدير العام للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة. أهلا بك أستاذي وألف مبروك لانطلاقة هذا المهرجان المميز. شكرا جزيلا لكم ومساء الخير لكم والمشاهدين والمشاهدات الكرام. أستاذ محمد خليني في الأول أسألك وأنت رجل من رجال السياحة بماذا شعرت أمس؟ يعني أنا شايفاك ما شاء الله عريس متوج بالمشلح الأبيض. الله يسلمك. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح، وإذا صفيت النيات وأخلصت أخلص كل شخص في عمله بإذن الله أنه نصل إلى ما وصلنا إليه. جدة التاريخية كما نعلم هي موروث ثقافي وتاريخي واقتصادي واجتماعي كبير جدا بالنسبة لجدة، ليس على مستوى الجدة وإنما مستوى المملكة العربية السعودية. صحيح. يوم الأمس هو كان نتيجة عمل دؤوب يمكن من 5 أو 6 سنوات منذ أن تحولت الهيئة العامة للسياحة والآثار عندما كانت الهيئة العليا للسياحة إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار، بالرغم أنه كان اهتمامات سمو الأمير سلطان بجدة التاريخي وبالآثار من أكثر من 25 أو 28 سنة. صحيح. قبل أن تنشأ هيئة السياحة. صحيح. ولكن ركز العمل في الفترة الأخيرة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة جدة بوجود محافظة جدة وأيضا إمارة المنطقة لتطوير هذا الموقع. أمس يعني كان نتيجة بالنسبة لنا، والسؤال هذا سئلت أمس يعني كان سؤال ليش لابس مشلح أبيض؟ ليش لابس مشلح أبيض؟ من سمو يعني أمام سمو الأمير سلطان وسمو الأمير مشعل. فقلت أنا بالنسبة لي أنا وغيري نعتبر يوم أمس بالنسبة لنا لأن هذه انطلاقة خاصة ولله الحمد أنها بالصدفة العجيبة يعني. وهذه أنه صدر يوم الاثنين قرار هام جدا من مولاي خادم الحرمين الشريفين في إطلاق مبادرة البعد الحضاري، مبادرة الملك عبد الله للبعد الحضاري، وهذه مبادرة كبيرة جدا يعني. صحيح. الآثار على المستوى المطلق. شعرت يوم أمس بأن وصلنا ولله الحمد نجحنا في أن نضع الخطوة الأساسية الأولى لتطوير جدة التاريخية. يعني إحنا كما شفنا في التقرير أصلا حتى الانطلاقة أو الافتتاحية كانت ما شاء الله مميزة، بس إيش اللي يميز هذا المهرجان ككل بالعموم عن أي مهرجان من مهرجان جدة؟ المهرجان هذا أول شيء هو تكاتف عدة جهات. بدءا الفكرة في الأساس من سمو الأمير سلطان بن سلمان من تقريبا قبل 9 أشهر قدمت لسمو الأمير خالد الفيصل وأيدها سمو الأمير خالد الفيصل، احتضن هذه الفكرة سمو الأمير مشعل بن ماجد كمحافظ لجدة ورئيس مجلس التنمية السياحية في جدة وسخر كل إمكانيات المحافظة بدءا من المدراء الإدارات الموجودين عنده بدءا من الأعمال. توافق هذا مع تكاتف جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار، أمانة جدة، الغرفة التجارية بجدة، الإدارات الحكومية كلها في المنطقة الأمنية وغير الأمنية، بالإضافة إلى القطاع الخاص. اللي يميز أعتقد أنه أعطى إضافة للمهرجان هذا أن الملاك وأصحاب البيوت كانوا هم جزء من المهرجان. كثير من الأسر رممت جزء من بيوتها وفتحتها وعادت يعني حياة فيها، مع أنه كانوا مهملينها. تمام. كانوا مهملينها. يوم أمس كان مجموعة عندنا من الأسر الحجازية فتحوا بيوتهم، أعيدت المراكز، أعيدت المقاعد الحجازية. أمس كان الموقع موقع المهرجان أيضا كان في منطقة مفتوحة وكان فيه طبعا حضور فيه عام وفيه من القطاعين الأهلي والحكومي والخاص والأسري والحقيقة الحمد لله يعني أمس أعتقد أنه تميز وهذا حقيقة نجاح كان تحقق يوم أمس. ردود الفعل جدا كبير على أعلى مستويات في الدولة الحمد لله. إن شاء الله يعني تستمر هذه ردود الفعل الإيجابية إلى نهاية المهرجان إن شاء الله، لكن يعني هذا سيحملنا أعباء للنسخة الثانية والثالثة. أكيد يعطيكم العافية، أنتم قدها جدود. أستاذ محمد قل لي يعني أنتم كهيئة أنتم لكم دور كبير فعال يعني مشاركين بقوة في هذه الفعالية صحيح، فإيش المعايير اللي أنتم حرصتوا أن هي تتوفر في هذا المهرجان كونه أنه يعني الأول من نوعه كونه تاريخي يعني؟ أولا حقيقة سمو الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وبكل أمانة كان من الناس اللي يعملون في المجال المؤسسي بشكل متميز. صح. في تنظيم الفعاليات، في تنظيم المعارض، في المؤتمرات والحرف اليدوية. صح. أنا 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 اشتغلت معه يعني. نعم. ما شاء الله تبارك الله عليه from A to Z ما. نعم. يسيب أي تفصيل صغير وكبير. وبالتالي المهرجان بصفة عامة أو جدة التاريخية بصفة. نعم. عامة هي. نعم. مجموعة من النشاطات، قدم الملف إلى اليونسكو، بدأت الدولة ضخت فيها 50 مليون ريال سنويا كحد أدنى لمدة 5 سنوات. نعم. وكان قابلة لتنمية البعد الأساسي وهو التطوير للجدة التاريخية.
تكاتف الملاك، تكاتف هذه أبعاد يعني يعني تساعدنا في انه نحقق فعاليات او نحقق فعاليه من هذا في معايير معينه. طبعا في معايير، معايير قوه المهرجان وتاريخه ومدته وفعاليته، كما هو الحال في مهرجان عكاظ، كما هو الحال في مهرجانات متعدده. نعم. الهيئه العامه للسياحه والاثار تحرص عليه. الجميل في الامر انه الهيئه هي جزء من منظومه متكامله. نعم. في المنطقه، وهذا يعني هذا يساعدنا كثير عن طريق مجالس التنميه السياحيه. صحيح. هي اللي تقوم يعني هل المعايير هذه المره تختلف عن اي معايير مهرجانات ككونه تاريخي يعني؟ هو لا شك انه بالنسبه لمهرجان جده له صبغه تاريخيه ثقافيه اقتصاديه اجتماعيه، خاصه انه المنطقه اللي احنا عملنا فيها الافتتاح والمنطقه اللي مستهدفه بالتطوير لا تبعد الا امتار بسيطه جدا عن طريق الملك عبد العزيز، وطريق الملك عبد العزيز هو اقوى شارع اقتصادي في جده الا من نقول في المملكه. صح. وهذه جزئيه مهمه، كيف نفعل هالبيوت تتحول الى مصدر اقتصادي. صح. لاهلها. صحيح. واستثماري لاهلها، والحمد لله مستطاعات مبادرات جدا ممتازه من القطاع الخاص تحديدا والمقطع العام. استاذ محمد، حيكون في مرشدين في المهرجان يعرفوا يعني الجماهير اللي حتيجي يعني شعب جدة كله، أو يمكن دحين كمان إحنا صادف كمان إنه إجازة. صحيح. فكثير من مختلف مناطق المملكة جايين يزور، حيكون في مرشدين يفهموا الزوار بآلية معينة مثلا، كيف ما أعرف يعني بالضبط مين اللي حيكون يدل بالضبط الناس هدول كلهم؟ طبعا الهيئة العامة للسياحة والأثار ترخص المرشدين السياحيين الشباب. وهذه فرصة يعني نطلب من الشباب، أي شاب سعودي يبلغ من العمر 21 سنة وأعلى، سواء موظف مدني او عسكري او شيء من قبل، نستطيع ان نحن نرخص اذا كانت عنده القدره انه يكون مرشد سياحي. ودربوه طبعا. طبعا ندربوه شهادات ودورات واشياء من قبل. هل الوقت مفتوح للان يعني؟ مفتوح على طول. ممتاز. عن طريق موقع هيئة السياحة. ممتاز. فيما يخص موضوع الارشاد السياحي، حقيقه الارشاد السياحي موجود عندنا اكثر من 25 بين مرشدين سياحيين في المنطقه، لكن احنا ما سميناهم مرشدين سياحيين في المنطقه. هو صحيح رخصته مرشد سياحي، لكن كان في جده زمان يسمونهم الادلاء، من يدلون الناس. فاحنا استخدمناهم، عندنا دليلات سعوديات موجودين معاهم، وعندنا ايضا شباب سعودي مرشد، حولنا مسماهم مؤقتا من مرشد الى دليل. دليل. وبالتالي هؤلاء موجودين في من القطاعين. طبعا النساء تعرفين عادات والتقاليد لدينا، انه النساء الزائرات تحتاج طبعا معها من يعني شابه سعوديه تدلها. صحيح. افضل، وهذا توفرت اللجنه المنظمه وفرت مجموعه، عندنا العدد تقريبا 25 شخص بالاضافه الى المرشدين الاساسيين. استاذ محمد، يعني خلينا نكون شفافين شويه، يعني ما تحس انه موضوع الثروه التاريخيه الموجوده في جده ان احنا تاخرنا في استثمارها؟ هو لا شك تأخر تطوير جدة التاريخي بكل أمانة. يعني هي حقيقة يجب أن نحسب التاريخ لأهله، الأمير ماجد بن عبد العزيز رحمه الله هو أول من زرع هذا الموضوع. طبعا نحن ومعالي المهندس محمد سعيد فارسي أو من أول الأمناء اللي عملوا في هذا المجال، لكن لا أخفيك القلوب كن صريحين، خلال الفترات هذه صار في لم يكن ذاك الاهتمام. لا. طبعا المشكلة عندنا ليست من القطاع الحكومي بصفة عامة، وإنما أيضا من القطاع الخاص. يعني جدة التاريخية مملوكة كلها، بيوتها أيوة مملوكة، يعني حتى الملاك يعني حتى أهل جدة. صحيح. برضو أهملوا يعني المنطقة. يعني إحنا يجب أن نعترف بالواقع. صح. يجب أن نعرف أنه فيه فراغ وفيه كل أحد يتحمل مسؤولية تقصير. صحيح. الجهاز الحكومي. صح. والجهاز الخاص. الآن الدولة مثل ما ذكر معالي الأستاذ عبد الله زين الأمس في كلمته. نعم. أنه الآن الدولة ضخت مبالغ، ضخت ملايين. نعم. بدأت نشتغل في التطوير، الآن يأتي الدور على الملاك. صح. وهذه مهمة جدا، الملاك يبدون مثل ما قال الشيخ صالح كامل أمس في كلمته، الآن الدور على الشباب والشابات السعوديات للاستثمار. صح. في جدة التاريخية واستفادة منها، قد يكون لا يملك بيت ولكنه يستطيع أن يستأجر بيته ويستأجر مكان ويحول الأقساط، وصندوق الغرفة التجارية. صح. سيدعمه مالا، مثل ما ذكرنا احنا في كلمتي في الهيئة العامة للسياحة والآثار، مشروع البعد الحضاري سينعكس ايضا على محافظة على التراث العمراني. نعم. الان هذا مكاننا، هذا وقتنا الان. صحيح. وننسى الماضي ونبدا من صفحة أكيد جديدة. اكيد استاذ محمد العمري، حضرتك كنت معنا اليوم في سيدتي ضيف عزيز، ويعني احنا نتمنى لكم كل التوفيق اكيد في هذا المهرجان وغيره، ان شاء الله انه هو فاتحة خير علينا جميعا باذن الله. احنا لازم اجي ازوركم ان شاء الله قريبا، يعني اليوم او بكره يعني بالكثير. الله يحييك وبلغينا، احنا نكون معاكم ومع الاخوان. انا بس قبل الختام اول شيء شكرا جزيلا لوجودكم معنا او تواجدي معاكم بالاحرى، وجودكم معنا في المهرجان هذا واحد. الشيء الثاني الهيئه العامه للسياحه والاثار من خلال مركز ماس
عندنا فريق كامل في الميدان يقيس آراء الزوار إيجابا أو سلبا. ممتاز. أعداد الزوار اليوم وصلني التقرير زوار أمس عدد من حضر الاحتفال في المدرجات لو الكميات أكثر 5620 شخص على المدرجات بالإضافة للآخرين. عدد الزوار بعد بداية المهرجان بعد ما خلص المهرجان خلص الأوبريت ودخلنا للسوق من مدخل باب جديد كان 15116 زائر. ما شاء الله تبارك الله. من مدخل باب مكة 13540. في طبعا من الأزقة والحواري والأحياء الأخرى كان في 6855 تقريبا. إن شاء الله هي منظمة ما شفتوا أي مشاكل ولا تزاحم ولا أي شيء. يوم أمس كان العدد 41000 شخص حضروا المهرجان. ما شاء الله تبارك. وهذه يعني تشجعنا نبغى كاميراتكم تكونوا موجودين معنا. أكيد أكيد حنكون متواجدين. شكرا لك أستاذ محمد. شكرا جزيلا. شكرا مرة أخرى. مشاهدينا متابعين معاكم سيدتي ولكن بعد هذا الفاصل القصير والأخير خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل سوبر مام ونصائح تساعدك للتخلص من السلبية. حياكم الله مشاهدينا من جديد. رعى أمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز انطلاقة النسخة السابعة من مهرجان الزيتون للاستثمار والتسوق بالجوف. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف مهرجان الزيتون السابع للاستثمار والتسويق بالجوف بعنوان صفاء زيت وشفاء بمركز الأمير عبد الإله الحضاري بمدينة سكاكا. كرم سمو أمير منطقة الجوف الجهات الراعية والمشاركة بالمهرجان بتقديم الدروع التذكارية لها، كما تسلم سموه ذراعا تذكاريا بهذه المناسبة. إقامة المهرجان طبعا هو بدعم وتوجيه ومتابعة شخصية من أمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر وتشجيع المزارعين للارتقاء بمستواهم. والسنة هذه أيضا تميز هذا المهرجان بوجود إطلاق حملة مجاز. يشهد مهرجان الزيتون بالجوف خطوات متسارعة نحو العالمية، ففي كل دورة يشهد المهرجان نقلة نوعية كبيرة على مستوى التنظيم والحضور بمهرجانات المملكة، حتى أصبح علامة فارقة ومميزة لمنطقة الجوف التي أطلق عليها أرض الزيتون. والحمد لله بوجود فريق عمل كان ساهم لي وعفوا داعم لي استطعنا أن نخرج بالنتيجة الحالية. مهرجان الجوف فعلا هو مهم لجميع طوائف المجتمع. المهرجان يستهدف عدة شرائح منها المزارعين، الأسر المنتجة، المواطن المحلي، الترفيه بالنسبة للأسرة العادية، الأنشطة الشبابية، فهو محفل للجميع. تضمن مهرجان الزيتون السابع على عدد من المحاضرات التثقيفية بفوائد زيت الزيتون والزيتون إلى جانب العروض الترفيهية التي نالت استحسان الجمهور والحضور. الحفل كان حسب رأي الجميع أنه كان ناجح وكانت الإقبال كما تشاهدون كبير جدا على معرض الزيتون أو المعارض المصاحبة لهذا الحفل الكبير. أخيرا تمتلك الجوف أرقاما تنافس بها العالم في الزيتون وزيت الزيتون بداية من عدد الأشجار التي بلغت 15 مليون شجرة ووصولا بكمية الإنتاج السنوي إلى 55 ألف طن من زيت الزيتون و70 ألف طن من زيتون المائدة، كما أن الجوف هي المزرعة الأكبر على مستوى العالم في زراعة الزيتون العضوي. فعلا الزيتون فوائد كثيرة جدا لصحة الإنسان وهو مذكور في القرآن وعلاج العديد من الأمراض. وإحنا مشاهدينا بنتابع مع فقرة سوبر مام وفيها اليوم الفعل وردة الفعل وأهمية نشر الثقافة اللي تهم أفراد العائلة بكل الوسائل المتوفرة. نتابع. موضوعنا لليوم هو الفعل ورد الفعل. نرجع ننتقل لفقرة Ask the Expert مع ضيفتنا فادي عبدوش من دار الفراشة. موضوعنا لليوم هو الفعل ورد الفعل أو كيف بتقدروا تتجنبوا أخذ الأمور والكلام يلي عم تسمعوه بشكل شخصي. كم مرة زعلتوا وانفعلتوا لما سمعتوا حدا عم بيحكي عنكن؟ كم مرة كبرتوا الأمور أكثر ما بتستاهل ورجعتوا ندمتوا عليها؟
طبيعة الإنسان بتحب الدراما وبيصدق الأشياء السلبية أكثر من الأمور الإيجابية. كرمال هيك أخذ الأمور بشكل شخصي راح يسبب لكم مشاكل بعلاقتكم مع نفسكم ومع الغير. شو العمل؟ عرفوا أنكم مسؤولين عن أفكاركم، يعني ما تسمعوا لحدا أنه يأثر فيكم بسبب شيء قاله. سيطروا على فكركم وما تاخذوا الأمور بشكل شخصي. إذا حسيتوا أنه كلامه مش حقيقي ما تخلوا الكلام يصير حقيقتكم. الجدل والدفاع عن نفسكم بيخليكم تضيعوا عن أهدافكم وبيضعف تركيزكم. تذكروا أنه عملكم وإنجازاتكم بيحكوا عنكم. عرفوا أنه الكلام المأذي يلي بتسمعوا من غيركم بيعبر عنكم ومش عنكم. أنتم ما تعتبروا نفسكم مستهدفين. حاولوا تكونوا واضحين مع الشخص يلي عم بيحكي عنكم بطريقة سلبية. طلبوا تفسير حتى تفهموا قصده منيح. هالتواصل الصريح بيوفر عليكم أفكار سلبية كتيرة. حاولوا تختاروا الناس يلي بترافقون بعناية، والأفضل يكونوا داعمين لإلكم ومش أشخاص ما عندكم ثقة بنواياهم. تعلموا الدرس وما تهتموا بالتفاصيل، فأحيانا الأشخاص السلبيين أو الأشياء السلبية يلي منصادفها بحياتنا بتعلمنا أكثر من الأشياء الإيجابية. إذا كان في شيء من الحقيقة بالانتقادات أو الأخبار يلي عم بينقلها حدا عنكم، حاولوا تقبلوا رسالة وتتعاملوا معها من دون انفعال. راجعوا نفسكم يمكن يكونوا على حق. أما إذا كانوا هالأشخاص هدفهم بس تلفيق الأخبار عنكم، فالابتعاد عن هالنوع من الأشخاص هو الحل الأنسب لراحة البال. بالنهاية المهم صورتكم أنتو بنظر نفسكم. صحيح كتير مهم رأي الناس، بس أنتو مش عايشين كرمال ترضوا الآخرين بل لإرضاء نفسكم بالدرجة الأولى. خليكم معنا مشاهدينا لنتابع بعض لحظات فقرة عسكري أكسبرت. بايركس هي وحدة بايركس. لكل مناسباتي بستعمل مجموعاتي المتنوعة من بايركس، للتحضير، للطهي وعلى المائدة بختار المجموعة المعدنية المانعة للالتصاق، سيراميك الأنيقة أو الزجاجية الشهيرة. بايركس هي وحدة بايركس. بايركس هي وحدة بايركس. بفقرة Ask the Expert ضيفتنا اليوم هي المترجمة والمهدة فادي عبدوش من دار الفراشة، ورح نحكي سوا عن أهمية نشر الثقافة بالمواضيع يلي بتهم كل أفراد العائلة وبكل الوسائل المتوفرة. فادي أهلا وسهلا فيك بسوبر مام. أهلا فيك ماريا. يعني أنا وياك منحكي كتير عن الكتب، ونحن منعرف أنك أنت من الأشخاص اللي عايشة بقلب الكتب، عايشة بقلب الثقافة والتسقيف ونشر الوعي مثل ما بيقولوا وكل المعلومات المفيدة. اليوم لسوبر مام كيف لازم نوجهها بزمن في كتير مثل ما بقول تخربط بالمعلومات، مواضيع منا دقيقة، أفكار بتجي بتسمعها من الجيران أو بتقريها بشكل منا دقيق. اليوم بهمنا كتير نوضح أكتر ونساعد سوبر مام تعرف كيف بدها تبلش تتسقف حالها ويكون عندها وعي أكتر. أوكي، مثل ما قلت ماريا اليوم المعلومات عم تنزل علينا مثل الشتاء، سو اليوم ما فينا نقدر بسهولة نميز شو الصح شو الغلط شو المتناقل بس بدون مصداقية. فكتير مهم اليوم انه نقدر نميز، نقدر نعرف اليوم اذا بدنا نعرف عن اولادنا، اذا بدنا نعرف عن صحتنا، عن تغذيتنا، عن علاقاتنا، عن كل هالمواضيع هيدي، انه لما بناخذ هالمعلومات او هالارشادات تكون من مصدر موثوق. فاكيد بموضوع التوعية ونشر الوعي بالذات اكيد نحن مبلشين مع الكتاب، فالكتاب هو كان أول مصدر. صحيح. اليوم الكتاب طبعا نحن بالعالم العربي أمة لا تقرأ، يعني اليوم إذا بدي أحكي عن الكتاب يمكن قطعنا أشواط، ولكن بالناحية الثانية لما نقول سوشيال ميديا، لما نقول ويب سايت، لما نقول مواقع على شبكة الإنترنت، كمان عم نحكي هون إنه يمكن الناس اللي ما كانوا يقروا قبل أبدا صاروا عم بيقروا بدون ما يحسوا. مزبوط. صحيح إنه بينحكى اليوم كتير عن سيئات للقعدة الطويلة على الإنترنت إن كان للكبار أو للولاد، ولكن في لها إيجابيات ممكن نستفيد منها بس نعرف شو نختار. صحيح. لما بدنا نجيب معلومة دقيقة ما نفوت حيلا موقع، ما نفوت حيلا تشات روم أو حيلا نصيحة بنسمعها من أي حدا على الفيسبوك أو الموقع
على الانترنت انه ناخذها كانها جد. اكيد نروح ونفتش على مصداقيات، نفتش على مواقع الى مصداقيه تنلاقي المعلومات اللي نحن بدنا اياها. كثير مهم انه يكونوا اصحاب اختصاص المشرفين على هالسايتات، نشوف نحن من وين عم توصلنا هالمعلومه، لان ما في لعب، في خطر كبير على صحيح. لو كانت شغله فكريه صح. فاليوم كثير مهم مواقع الانترنت قد ايه عم تنشر هالوعي. كثير مهم كمان الفيسبوك يلي معظمنا بيستخدمه للاسف بطريقه غلط او بطريقه مش عم تعطي كل البوتنشل يلي موجود بالفيسبوك، ما عم تعطي كل اللي بيقدر الفيسبوك يمرق لنا اياه. في صفحات مميزه جدا بنقدر نفتش عليها نكون وهذا اللي بهمنا نحكي عنه سبسكرايب مع صح صح. بتعرفي فاديا، انا ما بعرف من فيسبوك البيج تبع سوبر مام بيجيني كثير اسئله معينه ودقيقه بتكون، ودائما بعرف الشرح قد ما شرحت ساعات سوبر مام كتاب كثير بفيدها. ودائما وبحب اقول يعني انه دار الفراشه المراجع اللي عندكم اياها هي مراجع عالميه عم بترجموها باللغه العربيه، ليكون كل ست قادره يكون عندها كتاب او مكتبه في البيت حول كل المواضيع. يعني اليوم حتى انتم عملتوا بالسوشيال ميديا مراكز كثير مفيده للبارنتينج، لتطوير الذات، للصحه، وهذا اللي بهمنا انه كل سوبر مام بتعرف اذا ما بتحب تقرا كثير صار في كمان معلومات كثير دقيقه. فيها تفوت على ifarasha.com، من هنيك فيها تفوت على كل صفحات الفيسبوك يلي اصلا مشرفين عليهم اخصائيين، ان كان بمجال الصحه، التغذيه، التربيه، علم النفس، وحتى الوصفات، الحلول، الاشياء اللي بتعوزها كل يوم بحياتها. فمن هون اكيد انه مهم انه يكون عندنا كل شخص منا عنده موقعين ثلاثه يعتبرهم مرجع بحياته، يكون واثق فيهم، واثق من الاشخاص اللي بيشتغلوا معهم، مثل مثلا موقع سوبر مام يلي كمان كثير مهم ومفيد لكثير الامات وللعائله. يعني انا على طول بعتبر سوبر مام هي بروجرام للعائله مش بس للام. فمن هون اهميه السوشيال ميديا، كيف نقدر نحولها لمصلحتنا، لصحتنا، ما تكون بس لنقل اخبارنا، حلو ليش لا، بس سطحيه صح بتوصل للاذيه لحالنا لعائلتنا كمان. اكيد، لانه اليوم بنشوف كثير اشخاص قاعدين مع بعضهم بجلساتهم ما عم يتواصلوا، موجودين ومش موجودين، كل واحد حاطط راسه بالموبايل اللي عنده والتشات، وكل شيء عم نشوفه من خلال شاشه، يعني حتى ما بنلحق نفرح بالاشياء الحلوه. اليوم اي شخص منه اذا بدك ان كثير بموضوع الفيسبوك ولا تويتر ولا اي شيء من السوشيال ميديا كانه منه بهالدنيا. فلا، حلو يكون موجود، مش غلط ابدا انه يكون موجود، ولكن يعرف امتين يقول لا للاشياء، امتين تو ديسكونكت توتالي، يعني يسكر كل شيء ويقول هذا نهار لإلي، هذا نهار لعائلتي، هذا نهار بدي اهتم فيه بحقيقه حياتي، مش بس الاشياء الفيرتشوال يلي عم تلهينا. انا بحب هون زيد على شيء كمان، لانه انا وياك من اللي بحبه كثير الكتب واللي بنقرا كثير. مثل انا باخذ وقت معين كل يوم الصبح، عندي كورنر بالبيت، عندي كتاب حدا، لو بدي اقعد عم بشرب فنجان قهوه 10 دقائق نص ساعه قد ما بقدر افتح الكتاب وارجع بتركه بهالمطرح، انه هيدا مركزي لاجي اقرا. واليوم فينا حتى الكتاب يلي منه معود كثير على الكتاب الورقي، في نزله يعمل داونلود لكتب اي بوكس ويستفيد منهم وبيصير مكتبته. يعني لو انه انا وياك ما كثير بنحب الفكره، بنحب يمكن ملمس الكتاب وكيف كيف بنقرا بالكتاب ونفلفش الورقات، فينا نعملها فيرتشولي على تابلتس ونحتفظ بمكتبه ما بتاخذ كثير مطرح بالبيت ولا بتتلي الدنيا غبره. فكثير ناس عندهم هيدا الهم مع الكتاب انه بيتراكم وبيعملوا كلتر بالبيت وهيك، لا فينا صار نستعمل هالتكنولوجيا، حلوة كتير عم بتسهل الحياة، فينا نستعملها لحتى ننزل هالكتب الإي بوكس. والجديد اليوم أنه أكيد أمهات سوبر مام كلهم صاروا بيعرفوا قد مهم أنه يفوتوا على عالم الأبليكيشن صح، خاصة أولادهم صح، مع أنه بالتكنولوجيا أساسا بنشوف ولد عمره 5 سنين عم بيعرف يستعمل كل التكنولوجيا كمان. مزبوط، فإذا بهالعالم الأبليكيشنز مش كل شيء جيمز، في كتير أبليكيشنز مهمين فيها ثقافة وفيها إفادة، يعني هي براكتيكال أكتر. يعني بأي فراشة فتنا هلأ على هالعالم، صار في 4 أو أبليكيشنز لآيفون وأربعة لآيباد، إن شاء الله يكتروا على الطريقه اللي بحبوها كل سوبر مام صح. فهلا صار كمان حتى الكتاب عم بيتحرك مع الابلكيشن، خلينا نستفيد من هالتكنولوجيا المهمه ودائما بنلاقي حل كيف نسهل لهم حياتهم. اكيد المهم نقرا، المهم نطلع، والمهم نعرف منين نجيب معلوماتنا. صحيح. فاديا مثل العاده انت معنا بسوبر مام على طول، ونحن بنشكرك على كل المعلومات، وبتمنى كل سوبر مام اليوم عم تسمعنا تقدر تروح على المواقع
رائع، وتعمل لايك كمان لانه انا من الاشخاص بتعرف انت، يعني انا معكم بهالفريق لانه الكتب هن اساس والمراجع الدقيقه، وهذا اللي بدنا اياه لكل سوبرمان. ثانك يو ماريا. ثانك يو على حضورك. بالنهاية المشكلة منا بحكي الناس أو تصرفاتهم تجاهنا، بل بالطريقة يلي منتفاعل فيها مع هالمشكلة. ما تنسوا أنكم ترضوا نفسكم بالدرجة الأولى وبعدين منفكر برأي الآخرين. قبل ما وداكم بحب ذكركم أنه فيكم زورونا على صفحة سوبر مام على الفيسبوك، أو فيكم ترسلونا عبر البريد الإلكتروني اللي عم بيظهر قدامكم على الشاشة. مشاهدينا بهذه الفقرة وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من كل الفقرات اللي قدمناها لكم. لا تنسون موعدنا باتشر معاكم مع زميلي صبحي عطري اللي راح تكون مع الكثير من الأخبار الفنية، وبتكون معنا بعد الشيف آسيا، بتكون معنا في استوديو أبوظبي. أشوفكم على خير وتصبحون على ألف ألف خير.